بإذن الله بسوي معاكم ورق عنب بطريقة صديقتي فاناتك سوته من فترة. دول مترق العنب سوتها وحسيت كذا إنها تقول قطر نطاعة، إنها كلها ناطعة ناطعة ناطعة. راح أستخدم اليوم ذيبان قدر هوم إلك من قصر الأواني، بصراحة أنا ما أستغني عنه، يمكن تشوفوني أسوي فيه حتى يومياتي بدون ما تكون إعلان، بس اليوم طبعا وصلتنا برعاية قصر الأواني. أبى أستخدم هذا القدر، قدري هذا مقاس 4 لتر لأني بسوي علبة واحدة، أتوقع إنها كافية. لو مش لو إنه صغير بستخدم 6 لتر. بتشوفون إنه قديش يختصر لي وقت. ورق العنب من 3 ساعات ممكن أسويه خلال 45 دقيقة إلى ساعة، بالكثير ساعة، بس 45 دقيقة بيكون مرة ذايب ومستوي. قدر الضغط هذا طبعا في شاشة لمس رقمية، تقدرين تختاري مجرد ما تشبكين على طول تختارين الشيء اللي انتي تبينه. فأنا ممكن أختار اللحم وأزيد الوقت، أو ممكن أختار البقوليات وأزيد الوقت، غالبا البقوليات وأزيد الوقت، أو ممكن تختارين الرز وتزيدين أيضا الوقت من ضبط التوقيت. تشوفين الشيء المناسب لك. تقريبا بنخليه 45 دقيقة وبنشوف. خلينا نشوف مقادير الوصفة. قبل نشوف مقادير الوصفة حابة أقول لكم إن في كود خصم يخصم لك 15% من الموقع الإلكتروني فقط، فبحط لكم إياه بعد عشان تستفيدون من الخصم. وزي ما قلت لكم هذا القدر مرة بطل، اللي بتعرس الحين واللي بتتزوج تشرطه أول شيء يدخل شقتها هذا القدر، والله بتدعون لي عليه يجنن. أنا أقول لكم أستخدمه في يومياتي، عندي 4 لتر و6 لتر و2 8 لتر. تعالوا نشوف مقادير وصفتنا اليوم. طبعا عندي ورق، مش اسمه ذا، رز مصري، مش ورق عنب، رز مصري وورق العنب غسلته، عندي معجون طماطم، عندي بصل. بكتب لكم المقادير، عندي سكر وملح. المقادير شوي ممكن تشوفونها غريبة حتى السقو، بس انه حاسة انه شيء بيطلع ناطع. بهار مشكل او كاري وثوم وفلفل اسود، طماطم، نعناع، كزبرة وبقدونس، في شبت بس عيلتي ما تحب الشبت فانا حذفته. طبعا لما احط لكم بحط لكم مقادير فناتك بالضبط عشانها مضبوطة اكثر، انا شوي اختصرت وغيرت، او ممكن تبون مقاديري عادي. كل هذه المكونات بخلطها مع بعض بدون طبخ ونشوف. تدرون ايش اللي يقهر بورق العنب؟ انك تاخذين وقت وانتي تلفلفين وتسوين ويخلص بلحظة من كثر ما هو لذيذ. بإذن الله راح تحبون الوصفة. طبعا أضيف كل المكونات اللي أنا ذكرتها لكم. أنا بلف معاكم كم حبة وبخلي العاملة تكمل وبستعرض معاكم مقادير التسقية. فخلنا نضيف المقادير كلها الآن مع بعض، إذا في شيء بضيفه بعدين من وراء الكواليس. كل شيء بيكون مكتوب فلا تشيلون هم. على فكرة هذا زيت زيتون وزيت عادي مخلوطين، زي ما قلت لكم المقادير كلها بتنكتب. طبعا فيه سكر كمية لا بأس فيها يعني، والملح، الثوم والفلفل والكاري، استخدمنا كاري التوليفة، وهنا معجون الطماطم. واخلط 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 لا تخلط. مو على النار الوصفة، سألتها أنا، تواصلت معها وسألتها على النار قالت لي لا، وقلت لها ترى راح أسوي الوصفة حق قصر الأواني وانبسطت. الريحة هنا يا بنات ما شاء الله تبارك الله جميلة كذا، خلطناها كلها عدل مدل. زي ما قلت لكم اللي تبي تسبكها على النار أول براحتها، اللي ما تبي هم براحتها. وصفتنا اليوم ما فيها تسبيك، ان شاء الله سوي معاكم وصفة ثانية ان شاء الله. عاد كل وين وين اسوي ورق العنب، سوي معاكم ان شاء الله وصفة ثانية بخلطة جديدة مرة بعد يمي، بس هذيك مجربتها من قبل. اسهل طريقة عشان تلفين وتخلصين بسرعة انك تصفين كذا كمية من الورق، هاي الطريقة اللي احنا معتمدينها في المطعم، تصفينهم كذا وتحطين الحشو بعدين خلاص تبدين عاد تلفين. كل ورقة أنا ما قصيتها، إذا تبينها ميني قصيها بالنص، أنا ما قصيتها. كل ورقة يا بنات بحط عليها ملعقة صغيرة من الحشوة وأبدأ ألفها. راح طبعاً أنتي تشدين وأنتي تلفين، تحطين هذه وهذه كذا، هذا اللي ما تعرف والأغلبكم غالباً يعرف، وتسكرين هذه الجهة وهذه الجهة
وتحاولين تلفين وانتي شادة. تاخذين اللي بعدها وتكملين نفس العملية. نسوي واحدة معاكم بعد. ترى انت اذا صففتيهم تخلصين بسرعة، خاصة اذا كان عندك المكان واسع. طبعا الجزء الخشن يكون داخل. وكمل الباقي. خلصنا لف ورق العنب، الحين نجي حق التسقية. حبيت التسقية وفكرتها، كي حسيتها مرة جميلة، بس أنا بضيف لها إضافة. طبعا هنا عندي عصير ليمون، أتوقع تستخدمين الكمية اللي أنت تبينها، المفروض كوب، أنا قللت شوي عشان ما أبي حموضة تصير مرة حادة. وعندي ماي، طبعا فيه زيادة عن هذا الماي. وعندي هنا معجون تمر هندي، كل المقادير بتكون مكتوبة. ماجي أو بديل الماجي، طبعا أنا راح أستخدم بديل الماجي. وهنا قمر الدين مذوب في موية، تقريبا موية ساخنة، صار له ساعة يعني من بديت أشتغل، قبل ما أشتغل وأنا مذوبته في موية حارة. شوفوا بنات، هي استخدمت بديل الماجي، عفوا استخدمت الماجي، فأتوقع أنه مالح، ما حطت ملح، أنا أضفت ملح. هنا قمر الدين، كل المكونات اللي ذكرتها بحطها في الخلاط. طبعا المويه زي ما قلت لكم في لها بقيه. هنا عصير ليمون فريش، لا تستخدمون المعلب نهائيا، ومعجون التمر الهندي. انزلوا للباقي من وراء الكواليس. وهنا عندي الملح وبديل الماجي. القدر بنات ما سويت الآن ولا شيء، كثير يسألوني شلون أستخدمه، بس أختار الأيقونة. مثلا لو اخترت البقوليات 40 دقيقة، هذا هو الوقت اللي أنا أبيه بالضبط. هنا حطيت البطاطس، حطي اللي أنتي حابته، وراح أبدأ أصف أو أرتب ورق العنب زي ما أنتي تحبين. ممكن توقفينه توقيف إذا تبين تقلبينه براحتك، فخلوني أكمله كله وأرجع. بحط الثقالة بنات، موجودة في أغلب الأماكن، وبصب الصوص. بس انتبهوا الصوص لا تكثرينه، يصير شوربة. أبي لما أضغط يكون في نفس مستوى طبعا إذا تبين في صوص عادي شوي. المهم إنه زي ما قلت لكم 40، أنا طفيته، شغلته من شوي بس لأنه بدأ يبقبق طفيته. خلاص الآن راح نضغطه. وهذه هذه ترجعينها هنا على ورا وبس. طبعا هنا لحد ما هذا يصير هنا حرف البي، خلاص راح يبدأ يضغط، بياخذ له تقريبا حول 10 دقائق. أنا حطيتها 40 دقيقة. في القدر العادي بياخذ له ساعة، في القدر الضغط العادي، أما في القدر العادي بياخذ له 3 ساعات تقريبا، يعني زي ورق العنب العادي. هذا بيختصر لك وقت طبعا أكثر، يعني من نص ساعة إلى 40 دقيقة، مرة مناسب إنه يطلع لك ورق عنب مرة ذايب وكويس. زي ما قلت لكم تشوفينه يظل صفر إلى أن يطلع حرف البي، يعتمد على كمية السائل اللي أنت حاطتها الوقت. هنا ما شاء الله تبارك الله خلص، فراح نلف هذه إلى هذه الجهة الثانية، نخلي البخار يطلع تماما. ما راح افتح عنها الحين ورق العنب، بس تحفيز وقت 40 دقيقة بالضبط وخلص. راح اخليه سوي مثلا الصبح افتحيه العصر، سوي بالليل افتحيه الصبح، وهكذا. بنات ما شاء الله تبارك الله، راح افتح عنه واشيل هاي. طبعا هنا اخذ له تقريبا يوم، مش يوم، يعني سويته بالليل وفتحته الحين بالنهار. هنا ما شاء الله تبارك الله اللون كيف، لأني ما فتحت عنه إلا لما برد تماما تفتحين عنه. الآن خلونا نحطه بالصحن ونزينه ونسوي له جلسة تصوير، وبفتح لكم واحدة تشوفون قديش إنه مرة ذايب. 40 دقيقة بس يا بنات، وطفيت عنه وفرغت الهواء
وخليته يا من الصبح لين العصر، تسوين الصبح مثلا العصر او الظهر تفتحينه بالليل، او بالليل تفتحينه الصباح. انا للأمانة سويته امس بالليل وفتحته اليوم الصباح.